أهلا بكم متابعين قناتي قناة مصر الآن. أعد الظهور للميس الحديدي مع ابنها نور من حفل خطوبة نجل عمرو أديب. لا تظهر الإعلامية لميس الحديدي كثيرا مع ابنها نور، لكن حفل خطوبة أخي خالد نجل الإعلامي عمرو أديب شهدت أحد الظهور للعائلة، وشاركت لميس الحديدي متابعيها بصور من حفل الخطوبة. خالد عمرو أديب الابن الأكبر لزوجها عمرو أديب، وباركت له ولعروسه ولوالدته. وكتبت لميس الحديدي: أول عريس في جيل شباب عيلة أديب خالد عمرو أديب، ألف مبروك يا خلود، وللعروسة الجميلة فرح الطوخي، وألف مبروك لوالدته العزيزة أماني سوكا، وعبالك يا نور. كما نشرت لميس الحديدي صورة لشباب عائلة أديب: أميرة عادل أديب، وخالد ونور عمرو أديب، ومحمد عماد أديب، وكتبت: عاش شباب أديب، ربنا يحفظكم، خالد أديب وأميرة أديب ونور أديب ومحمد أديب. وخالد هو الابن الأكبر لعمرو أديب من زوجته الأولى أماني سوكا، درس المسرح في الجامعة الأمريكية وبدأ حياته المهنية كستاند أب، والآن هو الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة لبرنامج البيجامة. يذكر أن لميس الحديدي حصلت على إجازتها السنوية من برنامجها كلمة أخيرة عبر قناة أون، كما أخذ عمرو أديب أجازته السنوية من برنامج الحكاية الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر وتستمر طول شهر أغسطس. ومؤخرا علق أم عمرو أديب على وفاة نجل الفنان حسن يوسف الذي توفى في حادث غرق بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي. وقال عمرو أديب: أي حد منزوع الرحمة قليل الأدب بعت رسالة للفنان حسن يوسف ربنا ياخده، أي حد بيشمت في مأساة حد مسلمين إزاي. وأضاف خلال برنامج الحكاية أن الفنان حسن يوسف وزوجته ملتزمان دينيا منذ 50 عاما، ومع ذلك بعض الناس لديهم شماتة كبيرة فيهم. وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار على مدار اليوم.